مساء الخير عليكم، مساء الخير على مشاهدين كلام كبار الموسم الأول. إذا رأيت رقي أمة فانظر إلى نسائها. الست أهم حاجة في المجتمع، هي أساسه، هي أساس نموه وأساس تطوره. الست هي أساس بيتها، هي اللي في إيدها إنها تنوره أو تطفيه. باختصار الست هي روح البيت. مساء الخير عليكم واحلى مشاهدين في الدنيا. مساء الخير عليك يا ديانا. مساء الخير. زي ما قالت ديانا بالظبط، هي الست فعلا هي اساس البيت، ومن هنا نقدر نقول اول حاجه ممكن الست تتعامل معاها وهي الزوج. انا مثلا من وجهه نظري او اكتريه الستات عامه بيبقوا متفقين على ان الست لازم تهتم بزوجها، لازم تهتم باموره الشخصيه بكل ما يتعلق بيه، تهتم باكله بشربه بلبسه، على ما اعتقد ان دي اهم حاجه ممكن الست تهتم بيها بالنسبه بالظبط للزوج. بالظبط يا ضحى. احنا معانا اتصال مع الفنان الجميل كريم الحسيني. مساء الخير يا فنان. الو، ايوه انت نور. مساء الخير يا استاذ كريم، نور يا فنان، منورنا والله. ربنا يخليك. مساء الخير يا فنان، منورنا. ربنا يخليك، منورين والله. حضرتك طبعا سمعت ان احنا بنتكلم والست واهتمامها بزوجها، ايه رأي حضرتك بالنسبة لان الست هي اساس البيت وهي اللي تقدر تأثر فيه اذا كان تقلبه جنة او تقلبه جحيم؟ والله انت خلاص، انت كده انت جبت مفيد. ايوه ما هو حضرتك بقى، فعلا عايزين نسمع رأيك، ممكن يعني ده يأثر ازاي؟ ما هو زي ما حضرتك قلت كده، تعمود البيت. يعني احنا بنقول ان الست هي الوتد بتاع البيت. لو اهتمت بجوزها وبتفاصيلها وبولادها وبتربيتهم وتعليمهم، أكيد طبعا. خلاص الراجل هيبقى محتاج ايه غير انه يجي يلاقي البيت هادي وفي تفاهم وفي الفه بالظبط. والولاد كويسين، ما فيش مشكله خالص انها تهتم بنفسها وباحتياجاتها، بس ما يبقاش في اهمال من الناحيه الثانيه. ما وفي نفس تقصرش في الوقت ده، برضه فاهم ما حضرتك. ينفعش تبقى مهتمه بالبيت بالولاد ومش مهتمه بالزوج، ولا مهتمه باعماله وبشغله وحتى بحلمه وبطموحه. يعني هي لازم تبقى، هو طبعا حمل انها تبقى ماسكه العصايه من النص، تبقى هي بتبقى مهتمه شيلة واحدة، بتبقى طبعا. شيلة واحدة، الزوج صح. بالأبناء بالبيت بالتزامات البيت بكل حاجة. لا للاسف يا عيني، يبقى في ستات بتعرف تهتم بالبيت قوي ويسيبوا الراجل، او العكس، تهتم بجوزها جدا وتسيب الولاد. في ناس كده يعني، بالظبط، في كتير طبعا نماذج. لازم يعني دول توازن. عارفين بالظبط يمسكوا فعلا، العصاية من النص، ما بيبقاش في توازن في الموضوع. بالظبط حقيقي. فمهما كان الراجل، حتى لو مراته مهتمة بيه ومش مخليه محتاج حاجة، لو هي مقصرة عند الولاد يبقى زعلان تربية او كسلوك او كتعليم. حضرتك عندك حق طبعا. كريمة، احنا عارفين ان كان ليك حظ كبير قوي في مشوارك الفني، وبدأت بفيلمين كبار جدا، الجراش مع الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، وشمس الزناتي مع الزعيم. عايزين نعرف كده مين الست اللي نقدر نحط بين قوسين انها وش السعد على كريم الحسين. مين الست انا؟ لا انا ما سمعتش. بقول لحضرتك ان انت كان ليك حظ في بداياتك، واشتغلت في افلام كبيره في بداياتك، في بدايه مشوارك الفني. عايزين تمام. نعرف مين وش السعد، الست اللي يتقال عليها وش السعد على كريم الحسين. أمي طبعا. يا فندم، بس مش سامعين حضرتك، معلش. أمي والدة حضرتك؟ يعني ما تمام، بحبها. وش سعد؟ أكيد طبعا، ربنا بدعاء يخليها لك، حضرتك. ونتمنى لك نجاح كبير جدا ومتواصل، ومتشكرين جدا على مداخلتك معانا. نقدر بقى دلوقتي نتجه لحاجة زي ما قال الفنان الكبير كريم الحسيني، واتكلم عن دور الست عامة مع الأولاد. لازم نهتم بالنسبة للأولاد. احنا عندنا طبعا بداية بقى دراستهم ولبسهم، بعد كده مع نهتم بنفسيتهم وهما بيختاروا الكارير بتاعهم. طبعا طبعا يا ضحى، احنا الموضوع ده موضوع كبير جدا وعمره ما هيخلص في حلقة برنامج، في دقيقة، في دقيقتين، عمرنا ما هنقدر نخلص الموضوع ده في فقرة او حتى حلقة كاملة. فاحنا ان شاء الله نوعدكم بان استكمال المواضيع اكتر واكتر. مستنيينكم كل يوم اربع الساعة 2 على قناة الصحة والجمال، مواضيع مختلفة متنوعة ومفيدة.
انتظرونا الأسبوع القادم، هتوحشونا. مع السلامة. مع السلامة.